الثالث ينطلق بحفظ من الله ورعايته. مشاهد الكرام مع الصعوب في هذا الإثارة وبهذا التحدي المستمر. بلغة الشاهنية على مقدمة الشوط، علي بن راشد بن فتاح الشامسي هو من يقدم الشاهنية مع المركز الأول، بينما القذافة مع المركز الثاني مسفر بن علي بن مسفر الأخير احتلت المركز الثاني. المركز الثالث التقدم والحضور في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله، ولكن بعود إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول. الشاهنية على الصدارة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات ما شاء الله. علي بن راشد بن فتاح الشامسي هو من يقدم الشاهنية على الصدارة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات وبهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز الثاني بلقى القذابة مسفر بن علي بن مسفر الأخير يقدم القذابة في هذه اللحظات الشاهنية مع المركز الثالث سعيد بن منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري احتلت المركز الثالث. لكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات. لا زالت الشاهنية على مقدمة الشوط ما شاء الله. علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم الشاهنية بهذا التقدم وبهذا الحضور، ولكن القذابة اللحظات الأخيرة ما شاء الله والتحدي المثير وخط النهاية والشاهنية. علي بن راشد بن مفتاح الشامسي تهانينا وناموس. المركز الثاني للقذابة مسفر بن علي بن مسفر الأخيلي، والمركز الثالث كان هناك وصول مع الشاهنية وسعيد بن منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري. دقيقتين 15 اي 2 1 5